يتزايد الغضب الشعبي في إيران إذ شهدت العديد من مدن البلاد تجدد المسيرات الاحتجاجية المناهضة للسلطات وسط غضب شعبي من تنفيذ حكم الإعدام بحق 2 من المحتجين. العاصمة طهران شهدت مساء الأحد مسيرات احتجاجية ليلية مناهضة للسلطات في عدد من أحيائها وفقا لما أظهرته مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي ردد فيها المتظاهرون شعارات تندد بالمرشد الأعلى علي خامنئي وعمليات الإعدام الأخيرة. وبحسب موقع إيران انترناشونال المعارض، فإن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الرصاص الحي ضد المشاركين في الاحتجاجات التي انطلقت تحت مسمى يوم الانتقام في حي هفت حوض بالعاصمة طهران. كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محتجين في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان وهم ينزلون إلى شوارع المدينة، فيما خرج المئات بمدينة سقز مسقط رأس جينا أميني التي فجر مقتلها على يد قوات الأمن الاحتجاجات الشعبية. يأتي ذلك فيما أعرب نشطاء حقوق الإنسان في إيران عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق 2 من المتظاهرين المسجونين، هما محمد قباندلو ومحمد بروغيني. هذا وأعلنت بلجيكا وهولندا والدنمارك أنها ستستدعي سفراء طهران لديها رداً على إعدام رجلين في إيران على صلة بالتظاهرات الاحتجاجية، فيما يجري العمل في الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة ضد طهران بحسب الخارجية الهولندية. يذكر أن القضاء الإيراني أعلن يوم السبت الماضي إعدام 2 من المحتجين بتهمة قتل عنصر من الباسيج، ما أثار موجة تنديدات دولية.